أنا قائد الفريق 25 مسام العامل في الساحل الغربي. في البداية أولاً نشكر الفريق الإعلامي التابع لمشروع مسام على يعني تقشمهم عن المسافات ووصولهم بحفظ الله ورعايته إلى منطقة المخاء، ولا يعني الاطلاع عن قرب عن ما انقسته فرق الألغام العاملة في الساحل الغربي. وطبعاً نحن في البداية فريق 25 يعني بدأنا كخطة طوارئ واستطعنا ان احنا ندخل الاهالي الى بيوتهم، وفتحنا الطرقات ودخلنا الاهالي الى بيوتهم بعد ان كانوا نازحين. وطبعا الفريق 25 انجز اكثر من 13 حقل خاصه في منطقه الخصيب ومنطقه الرويس ومنطقه الباقريه ومنطقه الهاملي. وطبعا هذا الحقل رقم 11 الحادي عشر الحقل الحادي عشر خرجنا منه يعني اكثر من 120 لغم. طبعا تم زيارتكم السابقه، قد تكرمكم بزيارتنا السابقه في الحقل رقم 10 المره الماضيه، واطلعتوا على حجم من خلال الغاءاتنا بكم اطلعتوا على حجم الالغام التي استخرجناها من الحقل السابق. والان نحن في حقل جديد الحقل الحادي عشر وانت امامكم، وخرجنا منه اكثر من 100 لغم، وما زال العمل فيه مستمر حتى الآن.